حضرتك في بدء الحديث ذكرت عبارة علينا أن نحصن أو أن نؤمن الجبهة الداخلية. من الذي يعنى بعملية التحصين هذه وهي على ما يبدو أيضا عملية مركبة وليست خطوة أحادية؟ كل الجهات، بمعنى أن نسلك سلوكا رشيدا زي ما قلت. أنت في معركة، إذا عدو غير مرئي اللي هو الإرهاب الموجود في أوساط المدنيين، هذا مش جيش قاعد قدامك فهتخلص. وعشان كده قلت أنه في كل وقت وزمان ومكان يمكن أن تحدث عملية إرهابية هنا أو هناك، أنا لا أتحدث عن بيئة. فأنت في مواجهة ده محتاج أن تدرك أشياء أدركتها طبعا بالممارسة الجهات الأمنية المصرية خارج الجيش، اللي هي فكرة أن التدريب هو الأساس والمعلومات هي الأساس، وليس فقط لا يجب أن يتم التحرك بمنطق العدد والكذا. المعلومات رقم واحد ورقم عشر المعلومات، لأن أنت تحتاج إلى معلومات دقيقة. أولا عشان تحصل على معلومات دقيقة أنت تحتاج لبيئة متعاطفة مع جهاز الأمن، وفي هذا الإطار أنا لا نسكت عن تجاوز، لأن هذا بيسيء لطبيعة العلاقة بين الشعب اللي هو مصدر هذه المعلومات وبين جهاز الأمن. ومن هنا أشدت بفكرة إحالة ضباط شرطة، لأنه لا يجب تحت راية يا أخوانا شهداء الشرطة يتساقطون، لا، ده كمان بيسيء لسيرة شهيد الشرطة أو غير شهيد الشرطة. فهنا أيضا في الاعتدال في الرشد في إجراءات التحفظ أو إجراءات القبض والابتعاد عن العشوائية، بافتراض أن في فلتر بعد كده كمان حتى بعد الإجراءات، حتى لو شباتها عشوائية، اللي هو فلتر اللي بيتكلم عليه فكرة التصرف الرشيد في النيابة والتصرف العفو العام الذي يملك صلاحياته رئيس الجمهورية. هنا بفكك احتقان، فبخلي انت من 67 ل 73 كان في مليون جندي وضابط تحت السلاح والبلد كلها معبأة، لكن مش بدعوى انها معبأة كنت بتقول للناس استحملوا اسعار. لم يرتفع سعر اي سلعة مليما في هذه الفترة. وزي ما كلمتك عن معدلات الصاد، انا هنا مدرك ان التاريخ لا يعيد نفسه وان في اوضاع وازمات اعلى، بس يمكن في كل الاحوال ترشيد التصرفات. في هذا الاطار انا بقول لك انه بألح على فكرة يعني فتح المجال العام زي ما قلت تدريجيا وبطريقة محسوبة وتفكيك الاحتقان. لان انتوا ببساطة خلينا اقول ان في واحد دخل السجن في مظاهرة، السجن بيئة مثالية، وانا احدثك يعني عن تجربة يعني لاختلاط الاوراق، لو انت بتخلط ورق هيتخلط اكتر جوه السجن. فاللي داخل في مظاهرة هيطلع ممكن يطلع ارهابي ببساطة، يعني في قاعدة معروفة في القانون المصري او في ادبيات السياسة العقبية المصرية المستقاة او ربما المتناهية مع السياسة العقبية الفرنسية المعروفة بالكلاسيفيكيشن او التصنيف المرتبط به، الا تكون البيئة مشتركة ما بين صنوف مختلفة. جميل. مهما انت احدثت فصل بدني او في العنابر في شيء اخر اللي هو الاحساس بالقهر او بالظلم الذي يمكن ان ينتاب شابا في رعان عمره اندفع برأي معين او كذا او كذا، فهو في نفس الوضع الذي في الاسف. فانا ما ادعو اليه هو انه تشريعاتنا ممكن تبقى فيما بعد تنقيتها، لكن انا بتكلم حتى لو التشريعات والتشريعات يضعها البشر، يعني ما هو لم تضعها الملائكة يعني يمكن اعادة نظر اليها في كل وقت فيها في كل وقت. ولو تم ده زي ما قلت في سبل عديدة لتفكيك الاحتقان، وقد جرى بعضها، انا استند الى ان بعضها جرى بالفعل. انا ما ادعو اليه هو التوسع فيها بحيث نزيد عملية تفكيك الاحتقان السياسي بما فيها الذين ألقي القبض عليهم والذين هم تحت التحقيق في الاحداث الاخيرة، احداث جمعة 20 سبتمبر او ما حولها. يعني في النهاية انا لا يعني احنا مش المفروض نتهاون في انه اصداء ارهابي ده اخواني ده، يعني شوية نهدى شوية ونعيد النظر في الأوراق حتى لا نخلطها، لأنه خلطها لا يفيد إلا الطرف الآخر.